ينضم منهم معنا هنا رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز. أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية مجددا. أهلا وسهلا. اليوم الأهمية التي تمثلها هذه المنصة لكم، أهمية أن تتواجدوا في القمة العالمية للحكومات؟ طبعا يعني هذه قمة مهمة جدا، يعني تبحث عن مستقبل، يعني خلينا نقول العالم، لأن هي قمة عالمية، ولكن إحنا ما يهمنا هو العالم العربي. يعني ما هو مستقبل العالم العربي الآن؟ الآن إذا نظرنا إلى العالم العربي ممكن تقسيمه إلى ثلاث فئات: المستقر سياسيا، والمستقر سياسيا بصفة نسبية، والمدمر للأسف. فعندما ننظر إلى مستقبل العالم العربي يجب أولا أن ننظر إلى حل جميع المشاكل اللي متواجدة الآن في الدول مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن ومناطق أخرى. يعني يجب أنه يكون هناك حلول لهذه، حلول سياسية لهذه المشاكل اللي بتدور في هذه الدول. أما عندما ننظر إلى حكومات المستقرة مثل الأردن، المغرب، دول الخليج، فنتحدث عن الإصلاح الاقتصادي، عن الحاكمية الرشيدة، عن الإصلاح السياسي. فهي ممكن أنه إحنا نطبقها وبالتدرج، ودائما أنا بقول أنه لا يمكن أنه إحنا نأخذ النموذج الغربي في الديمقراطية ونطبقه في العالم العربي، لأنه ثقافتنا تختلف. يجب أن يكون هناك إصلاح سياسي بالتدرج، وإصلاح اقتصادي مهم جدا في الظرف الحالي، لأنه في دول عربية كثيرة الآن وضعها الاقتصادي يعني متراجع، ويجب أن يكون هناك حلول على مستوى الإقليم. يعني يجب أن يكون هناك حلول، لأن أي دولة تتأثر، لأن تعرف السياسة والاقتصاد لا يمكن فصلهم، فأي دولة تتأثر اقتصاديا ممكن يأثر على نظامها السياسي. فيجب أن يكون هناك يعني توجه من قبل العالم العربي للاستثمار داخل العالم العربي. لماذا نذهب ونستثمر خارج العالم العربي؟ لنستثمر في العالم العربي، لنخلق فرص عمل للشباب اللي هم ممكن أنه مثلا موضوع البطالة يخليهم يتوجهوا إلى الفكر التكفيري لا سمح الله. فيعني هاي القمة مهمة جدا، لأنها تتحدث عن المستقبل العالم، وبالذات مستقبل أمتنا العربية. سأتي أكثر لتفصيل ما يجب فعله أكثر لمحاربة الإرهاب والفكر الإرهابي، ولكن أود أن أستفيد من وجودك معنا أستاذ فيصل إذا سمحت لي، ونعرج على بعض النقاط السياسية المهمة وبعض المواقف السياسية للأردن من المحيط الذي لا يمكن فصله عنه. اليوم الموقف الأردني من المجريات السياسية والعسكرية في سوريا، هل هو موقف واضح؟ هو موقف واضح من البدايات. يعني جاءت الملك من بداية الأزمة السورية وهو يقول أنه يجب أن يكون الحل هو حل سياسي. لا يمكن حل المشكلة السورية عن طريق يعني الحل العسكري، لا يمكن. هذا واضح، يعني أنه الآن الأزمة مستمرة منذ عام 2011 ولا تزال الأزمة قائمة. الآن هناك جهود تبذل، هناك سيعقد مؤتمر جنيف إن شاء الله، وهناك كان مؤتمر أستانة، إن شاء الله أنه يكون هناك حل سياسي للأزمة السورية، لأنه الأزمة السورية تؤثر على كل الإقليم. يعني هي تؤثر على الأردن من ناحية اقتصادية، تؤثر على الأمن الإقليم من ناحية أمنية. فإن شاء الله أنه في اجتماع جنيف أن يتوصل كافة الأطراف إلى حل سياسي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إلا حل سياسي. ممكن يكون هناك حكومة انتقالية قوية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، ممكن أن تقود سوريا إلى بر الأمان، ولكن الأهم من ذلك في سوريا هو أن تستطيع الدولة السورية، أنا بحكي عن الدولة السورية وليس عن النظام، وخصوصا الجيش السوري، أن يسيطر على كامل التراب السوري، وأن يطهر سوريا من المنظمات التكفيرية، ومن ثم نتحدث عن حل سياسي وانتخابات في المستقبل، لأنه لا يمكن أن تجري انتخابات الآن في سوريا في ظل الظروف الحالية. نصف الشعب السوري مهجر، فالبلد مدمر، ما في توافق بين الأطراف اللي لها علاقة بالموضوع. فيجب أن يكون هناك فترة انتقالية في سوريا، ومن بعدها تكون هناك انتخابات. ممكن أنه يقرر الشعب السوري إذا أراد مثلا نظام رئاسي أو نظام برلماني. طيب، الموقف في الأردن دائما معروف بأنه واضح أو ثابت، ولكن هناك أيضا متغيرات كثيرة
في المنطقة. هل الموقف أيضا ثابت لم يتغير من الساحة العراقية؟ ما في، الموقف الأردني ثابت مثل ما قلت لك قبل شوي. يعني جلالة الملك كان واضح من البداية، حتى جلالة الملك قال أنه لن يكون هناك حل في ليبيا إلا حل سياسي، يعني لا يمكن أن يكون هناك حلول عسكرية، لأنه يعني هناك أطراف عدة تدعم يعني الجهات المتحاربة، فكيف سيكون هناك حل عسكري؟ لن يكون هناك حل أو حلول إلا الحلول السياسية. طيب، من الضروري لربما نتحدث أكثر أيضا على القمة العربية المرتقبة اليوم في الأردن، مدى الجاهزية اليوم لاستقبال القمة العربية؟ طبعا إحنا جاهزين لاستقبال القمة العربية، وإن شاء الله أنا بتأمل أن هذه القمة تكون مختلفة عن القمم الأخرى، لأنه تعرف أول يعني الانطباع عن القمم الأخرى أنه كلها حبرة على ورق ولا يوجد هناك أي قرارات تتخذ. يعني إذا أخذنا مثلا مثلا أي قمة في أوروبا، هنا قرارات تترجم إلى أرض الواقع، ولكن أنا أتأمل من هذه القمة أن تكون هذه القمة قمة وفاق واتفاق، أن تطرح من خلالها حلول للأزمات اللي بيشهدها الإقليم. وأنا كمان بقول أن السياسة والاقتصاد يعني مرتبطة الواحدة بالأخرى، فيجب أن يكون هناك بالإضافة إلى مؤتمر قمة سياسي أن يكون هناك مؤتمر قمة اقتصادي يبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية اللي تواجهها الدول يعني الغير قادرة اقتصاديا أو اللي تواجه مشاكل اقتصادية، عن طريق مثلا أنه تشجيع الاستثمار في هذه الدول لحل مشكلة البطالة ومشكلة الفقر. فيجب أن يكون هناك قرارات حاسمة من هذه الأمة إن شاء الله أنه تؤدي بالتالي يعني إلى مصلحة هذه الأمة. أنا بقي لدي محاور كثيرة، ولكن يبدو أن الوقت لم يسعفني أيضا اليوم معك سيد فيصل. شكرا جزيلا لك دولة فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، شكرا لتواجدك. أهلا وسهلا.